السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الخميس آخر شعبان، كل سنة وانتم طيبين. بكرة رمضان إن شاء الله الجمعة، ده عروس المعدية. قبل المعدية في منطقة اسمها الطرح أو قرية الستين. اللي حابب يستفسر ممكن يسيبني في الفيديو وأنا أشوف المكان بالظبط، ظهر محطة الكهرباء. وربنا رزق النهاردة بالكام سمكة دولت، بس اللي بقى الريح قام والموج كان علا، فكانت بتشتغل شوية وشوية لأ، وربنا أسر الحال بالكام سمكة دولت. كام واحدة نقطة كبيرة على أروسة، والحمد لله بارك الله فيما رزق، وكل عام وأنتم بخير الشهر الكريم. طبعا معلش أنا آسف، لأن كنت النهاردة بصطاد لوحدي و غالبا ما قدرتش ان انا اصور، ان انا بشتغل بالتشويح برصاصة وحداف، مش ما ينفعش اصور يعني وانا بصطاد، بيبقى الموضوع صعب شوية. وربنا ييسر الحال وان شاء الله يعني اصور لكم المكان بالظبط وبنخش منين، وهحط لكم شرح كامل للمكان وانواع الطعوم اللي شغالة هناك، وهتبقى انواع العدة المستخدمة والسنون. يعني ممكن على 5 رمضان أو 6 رمضان إن شاء الله هننزل كل الكلام دوت ونبتدي مع بعض إن شاء الله. عايزين بقى يعني إعجاب للصفحة، ويا ريت تشتركوا في القناة عشان تدعموني أكتر. شكرا ليكم وكل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله، وربنا يفك الغمة اللي احنا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوسو اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.